أهلا بكم بحلقة جديدة من معلومة وموهبة، فقرات متنوعة وعديدة. بعد هذا الفاصل، هل تعرف مدينة أبو العلاء المعري؟ بالطبع، إنها مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، يعود عمرها لآلاف السنين، واشتهرت في الماضي بكونها مسقط رأس الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري الشهير رسالة الغفران. معرة النعمان مدينة سورية تقع في ريف إدلب الجنوبي، وهي قريبة من مملكة إبلة التاريخية. لا يعرف على وجه اليقين سبب تسمية المدينة بهذا الاسم، فالمعرة تطلق في اللغة على الإثم والأذى والإساءة والمكروه، والمعرة كوكب في السماء، ويرجح البعض أن يكون الاسم عائدا إلى مغرتة بمعنى المغارة أو الكهف. أما نسبتها إلى النعمان فهناك أكثر من رواية متداولة بشأنه، منها أنه النعمان بن البشير الذي كان واليا على حمص، ويقال أيضا أنها تنسب إلى النعمان بن منذر. معرة النعمان كغيرها من المدن السورية القديمة عاصرت المعرة قيام دول وحضارات عديدة، ومن المباني التي ما زالت شامخة في معرة النعمان حتى يومنا هذا متحف معرة النعمان، وخان أسعد باشا، وقلعة المعرة التي تهدم جزء منها مع مرور الزمن. نتعرف أكثر عن مدينة معرة النعمان في هذا التقرير. معرة النعمان، مدينة الشاعر والفيلسوف العباسي أبي العلاء المعري الذي ولد وتوفي فيها وإليها ينسب. تقع المدينة جنوب محافظة إدلب، وتقع في موقع استراتيجي حيث توجد على الأوتوستراد الدولي دمشق حلب. يبلغ عدد سكان المدينة 150 ألف نسمة. وجد الباحثون أن اسم معرة يعود للغة السريانية مغرتة، أي المغارة، لكثرة المغاور بها. وتضم المدينة مجموعة من المباني الأثرية الجميلة، منها متحف معرة النعمان للفسيفساء والفخاريات، والذي يعد أكبر متحف للفسيفساء في بلاد الشام، والمسجد الكبير بمئذنته الجميلة، والمدرسة النورية، ومسجد نبي الله يوشع. كما تضم المدينة ضريح الشاعر والفيلسوف أبي العلاء المعري. كثيراً ما يمر على مسامعنا أمثالاً شعبية وعربية، وربما يعلم الكثيرون معانيها ولكن دون أن يعلموا قصة هذه المقولة أو المثل. من هذه الأمثال الشهيرة: بلغ السيل الزبا. فإذا طرأ على الإنسان أمر معين أو وقع في مشكلة ما وتفاقمت به إلى أن وصلت إلى حد كبير فاق التوقعات ولا يمكن السكوت عليه، فحينئذ يستطيع هذا الإنسان أن يتمثل بهذا المثل: لقد بلغ السيل الزبا. ولهذا المثل قصة قديمة لنتعرف عليها في هذا التقرير. تدور أحداث المثل الشهير بلغ السيل الزبا في قديم الزمان في سالف العصر والأوان، حيث يروى أنه كان هناك رجل يصطاد النمور والحيوانات. وفي أحد الأيام عندما ذهب للصيد خطرت له فكرة، وهي أن أفضل طريقة تمكنه من اصطياد النمر هي أن يحفر له حفرة في مكان مرتفع، وعندما يأتي النمر ويقع فيها يستطيع صيده. وذات يوم أمطرت السماء مطرا غزيرا جدا، وتكونت سيول وغمرت تلك السيول الحفرة، مما أعاق الرجل من الوصول إليها، فبقي الصياد حائرا لا يدري ماذا يفعل. واعتبر الرجل أن ما حدث أمر يصعب تفاديه أو التصرف حياله، فقال: بلغ السيل الزبا. والزبا هو جمع زبية، والزبية هي الحفرة.
فذهب قوله هذا مثلا شهيرا تناقلته الألسن حتى زماننا الحالي. وكذلك اتسع استخدام هذا المثل حيث صار يضرب على الشخص حين تناط به مسؤولية تثقل كاهله، أو على من يكلف بعمل ما ولا يقوى على إنجازه، وكذلك من يطيل التفكير في مسألة ما وتستنزف كل قواه الفكرية. هل سمعت من قبل بالسمكة الفنانة؟ سمكة فنانة؟ كلا، لم أسمع بها من قبل. السمكة الفنانة تقوم بنحت الرمال بطريقة رائعة تحت أعماق البحار. لقد سمعت بالقبل بأنواع عديدة من الأسماك، ولكن لم أسمع بالسمكة الفنانة. تعرف الياباني يوجي أوكاتا على الحياة تحت سطح البحر من رحلته تحت أقاع البحر. أوكاتا اليوم يمتلك خبرة تزيد عن 50 عاما في التصوير تحت المياه. اكتشف أن القاع يخفي أسرارا لا حدود لها، إذ في إحدى رحلات الغوص في المنطقة شبه الاستوائية في اليابان، وعلى عمق 80 قدما أي حوالي 24 مترا تحت مستوى سطح البحر، رصد أوكاتا شيئا غريبا لم يره قط في حياته، واتضح فيما بعد أن هذا الشيء لم يشاهده أي عالم بحار أو شخص عادي من قبل. في قاع البحر اكتشف دائرة هندسية منحوتة من الرمال بدقة متناهية، تتألف من تلال متعددة تتفرع بشكل متناظر من المركز، وتبدو الدائرة وكأنها من صنع فنان تحت المياه. وظهرت كاميرا أوكاتا أن الفنان هو مجرد سمكة بخاخ صغيرة. صممت الدائرة باستخدام سعانفها الصغيرة، وعملت بلا كلل ليلا ونهارا نحت التلال الدائرية، حتى أن السمكة الفنانة التي تشتهر بطعمها الشهي في مطاعم اليابان، رغم أنها قد تكون سامة لغير الخبير بالتعامل معها، تعمل على شق أصداف صغيرة وتصفها على طول الخطوط الداخلية وكأنها تحاول تزيين لوحتها الفنية. بعد الدراسات المتتابعة التي أجريت عن طريق مراقبة حركة السمكة بشكل حثيث، تبين أن هذه الدائرة لم تصمم لتزيين قاع البحر، بل هي وسيلة يجذب بها سمك البخاخ الإناث للتزاوج فتضع بيضها في مركز الدائرة. كما لاحظ العلماء أنه كلما زادت التلال الدائرية تعقيدا وإتقانا، زاد انجذاب الإناث إلى الدائرة. ويعتقد المراقبون أن الأصداف تعتبر مواد غذائية أساسية للبيض عندما يفقس للأسماك الصغيرة. كما أظهرت أبحاث أن الأخاديد والتلال المنحوتة تساعد بشكل كبير على تخفيف التيارات الخارجية، وبالتالي حماية البيض من التناثر في كل مكان وإبقائها في مكان واحد بعيدا عن أعين الحيوانات المفترسة. ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه قصة حب وفن أبدعت فيه الأسماك لحماية سلالتها المبدعة بشكل مميز. ما رأيك الآن لنتابع هذا الفيديو ونتعرف عن السمكة الفنانة؟ Thank you.
وبما أننا تحدثنا عن سمك الفنانة، يتعلم صنع سمكة جميلة بالورق المقوى الملون خطوة بخطوة. نتعلم معا مع هذا الفيديو. Thank you.
والآن وصلنا لختام حلقتنا، نتمنى أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا معنا. تابعونا دائما وإلى اللقاء.